أفهم من كده إنه أمير عزمي مش جاي. أمير عارف إن أنتي بتنصبي عليه. شغل مكاتب المحامي اللي تحت السلم ده ما ياكلش. آه على فكرة وافق على الاقتراح بتاعي وقرر ياخد الديل بتاع شركة بلاك أند وايت، عارفاهم؟ آه صحيح. دول كانوا العملاء بتوعك. مبروك. لا لو فاكر ان انا هعيط قدامك دلوقتي تبقى غلطان قوي. بصراحه اللي حصل برضه يا شريف مش قليل. لا عادي، انا وانت عارفين المجال اللي احنا فيه كويس، ساعات بنخسر. دي مش خساره، دي وقعه للابد. تيجي مع نازل التشيك. ايه ده؟ انا ما طلبتش التشيك. انا قلت له مش هطول من الاول. شكر كان بودي، بس للاسف معرفش اروح مع حد ملوش قومه تاني. جود لك. خير يا ادم؟ فكرت في اللي قلت لك عليه؟ بص انت قلت لي ان انا ليه عندك خدمه صح؟ اكيد. اتفضل. طيب رؤوف، هي دي الخدمه. بس ده ضايع وقت. لا ضايع ايه؟ بص على كشف درجاته وبص تقديراته في الجامعه. ده رؤوف بتاعنا؟ ايوه طبعا، ده غير ما انت فاكر خالص. هو ادري بس اللي كان مطلع عينه، ما انت عارف ادري. ماشي خليه يكلمك. ويكلمك ليه؟ تقعد معاه دلوقتي. هو هنا؟ ثانيه واحده اهو. انت يا متخلف انت. بص ايوه هو رؤوف، سيبك منه بقى خالص. بص بص تقدير العام. يا ولد يا رؤوف عبقري ولد. يلا يعني انت عايزه يبقى المسيري ثابت بدل المسيري زيدان؟ اعتقد ان استحق ده. تستحق؟ انا مش عايز اعمل حاجه تاني من وراكي، عايز ناخد كل القرارات مع بعض. كل الناس لازم تفهم ان احنا ايد واحده. كنت فاكرة انه بديهي جدا ان انا وانت ايد واحدة. بس زين انت عارف ان انا مقدرش استغنى عنك، وعارف رأيي فيك كمحامي مش في موقع قيادة. لما كنا بنتخانق مع شريف زيدان وكان هياخد المكتب مني، انت كنت عايز ان احنا ننسحب، كنا نخسر كل حاجة. من كام يوم عينت لي محامية وانا لغاية دلوقتي معرفش ليه، غير اللي عملته مع أدري. جبت عينك لآدم، عايزني اثق ازاي انك هتاخد قرارات من غير انفعالات؟ سهلة. شريف زيدان وعطولك في البيت، ادم وفادنا كتير، ادري وعارف مكانه كويس. انت عارفه انه بيعمل كل ده لمين؟ ولايه؟ لنفسك.